أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من برنامج أوراق عابرة الحدود. ومثل العادة منطلع عليكم بمواضيع جديدة وضيوف جديد. بيسعدنا نستقبل معنا اليوم بحلقتنا هذه بالفقرة الأولى ضيفنا الأستاذ علي الحاج حسن، مدرب وخبير تنمية بشرية وتطوير الذات. أما بالفقرة الثانية رح تكون معنا ضيفتنا المحامية دكتورة ألين نعمة، أستاذة ومحاضرة جامعية. محاضرة جامعية، أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ علي الحاج حسن. أكيد بنسمع كتير عن التنمية البشرية، عم نسمع مؤخرا عنها، ما كنا نعرف شيء عنها قبل، بس هلأ وهيك إنه التنمية بتساعد الزيت بتساعد هيدا بنعرف إجمالا بالعموميات، بس ما بنعرف شو هي مزبوط، وما بنعرف دراستها كيف بتتم، وما بنعرف حتى كيف برا كيف هون شو عم بيصير. نحكي ندفع عنك قبل انه حضرتك شو مختص، وبنرجع بنسألك اكيد نحن وياك بنسلط الضوء عليها. الاستاذ علي الحاج حسن، مدرب وخبير تنمية بشرية وتطوير الذات. فالتنمية البشرية الرائجة في العقود الأخيرة والتي تدور حول تطوير الذات والوصول إلى الأفضل على الصعيد الشخصي للفرد، وقد ظهرت استخدامها لهذا المصطلح عام 1991 في الأمم المتحدة. هذا العلم ليس جديدا، فهو يستقي مواده من كل العلوم الإنسانية الأخرى كعلم النفس وعلم الاجتماع وغيره. وأيضا هو لايف كوتش، أي وهو علم أصلا لايف كوتشينج يسمى، يجعل الإنسان يتنقل من حالة إلى أخرى أو من مساحة إلى أخرى. فهو علم جديد سوف نلقي الضوء عليه مع ضيفنا العزيز. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. اهلا وسهلا بك. يعني عم نسمع كثير بالتنمية البشرية، حضرتك مدرب وخبير تنمية بشرية وتطوير الذات. نعم. فيك تفسرنا اكثر شو هي هيدا وشو هو هيدا العلم؟ بالاول يعطيك العافية. ميرسي، الله يعافيك، اهلا وسهلا فيك. تحية لك ولتلفزيون نور الشرق. ميرسي، الله يخليك. ولبرنامجك. ميرسي. التنمية البشرية هي علم مثل ما تفضلتي حضرتك. نعم. اول ظهور رسمي عم نحكي بالأمم المتحدة لهيدا العلم هو ب 1991 لما ظهرت كتسمية بناء على تقرير أعد من قبل الأمم المتحدة. صراحة هيدا اللي قصدته الأمم المتحدة بهيدي التسمية هو عام أكثر من اللي حنحكي عنه نحن. اللي هو بيتناول تنمية الدول، تنمية الشعوب والوصول فيها للتطور والازدهار. بيعنوا فيه هو تطوير المجتمع، إن كان عم نحكي مدارس، إن كان معامل، مصانع، الجامعات، المؤسسات، الموظفين، كل على كل الأصعدة. نعم. وعندهم هن عندهم شيء عندهم بسموه UDI اللي هو كيف تنمية ال HDI عفوا ال Human Development Index اللي بيحددوا فيه قد تطور هالشعوب أو تطور المجتمعات. اللي حنحكي عنه نحن هو قسم مختلف عن من التنمية البشرية بنسميه تنمية المهارات البشرية. نعم. يعني كيف نفوت أكثر على الإنسان كإنسان، واللي حنسميه نحن بهيدي الجلسة حنسميه تطوير الذات. نعم. يعني أنا كيف بدي أطور مؤهلاتي، كيف بدي أطور كل السكيلز يلي عندي أو المهارات يلي عندي لحتى أوصل لحياة أفضل، لحتى أوصل لمجتمع أفضل، بس على صعيد الأفراد أكثر ما هو صعيد يعني المجتمع ككل. كل فرد عنده مجال إنه يطور حاله، عنده مجال إنه يطور مهاراته، يطور رؤيته للمستقبل، يطور بعمله، يطور بكل الأصعدة. نعم. الشخصية لحتى بعدين نوصل لمجتمع متكامل متماسك وعم بيتطور للأحسن على صعيد الأفراد. نعم. بس هون مثلا كيف هالعلم عم بيكون بلبنان قبل ما ننتقل فيه لبرا، كيف بلبنان عم بتكون انه شو كيف الواحد اذا بده يعرف كيف بده يطور حاله، كيف عم بيكون هالعلم اجمالا؟ لان شفنا عم ياخذ من علم النفس، من علم الاجتماع، عم ياخذ من عدة علوم.
مزبوط. هي التنمية البشرية هي منا علم بحد ذاتها، إنما هي مستقاة من العلوم الأخرى، يعني اللي عم تفضلتي هي علم النفس الإيجابي، علم العلم الاجتماع، وكثير أشياء، عدة علوم إنسانية ترتبط بالإنسان وتطوير الإنسان. فهي لما عم تكون هالعلوم عم تجتمع مع بعضها عم تؤدي انه الانسان يطور بحاله. اذا بدك على صعيد لبنان هيدا المفهوم بلش مؤخرا، يعني مش من زمان، ما فينا نقول حتى 20 سنة يعني بعد هيك بلش على صعيد افراد معينين، وبلش يتطور بعدين من حدا لحدا، وناخذ من ناس مهمين مثل المرحوم دكتور ابراهيم الفقي، مثل الدكتور احمد عماره، مثل الاستاذ احمد قدوس، كذا حدا من الناس اللي برزوا على صعيد العالم العربي بمجال التنميه البشريه. بلبنان هلا في كذا مجموعه صاروا من المجموعات يلي عم بيتعاملوا بالتنميه البشريه، وعم بيعطوا اكثر ما فيهم لحتى يحسنوا المجتمع تبعهم. ودرجه الوعي بهالمجموعات كثير عاليه. مثلا في عندنا مجموعات يعني المجموعات عم تكون تابعة لمدربين معينين. هودي المجموعات عم بيتعاونوا من ضمن بعضهم، وعم بيتعاونوا مع باقي المجموعات لحتى يكونوا تنويريين للمجتمع. وكيف عم بيكون التدريب؟ قد ايه بياخذ وقت كمان؟ هلا ما فينا نقول قد ايه بياخذ وقت، كل شغله بدك تطوريها بدها وقتها. يعني مثلا عم نحكي عن التنميه البشريه، عم تحكي انت عن تنميه الذات، يعني انت عم تطوري مثلا بمهارات دراسيه، هيدي لحالها. مثلا بالخرائط الذهنيه كمان هيدي لحالها. الخرائط الذهنيه شو بتقصد فيها؟ انه الواحد يصير يستوعب اكثر، مثلا يتحاور اكثر، او من اي ناحيه؟ لا، الخرائط الذهنيه هي طريقه لحتى نقدر نلخص موضوع معين بصفحه واحده، يعني تقريبا، مش هيدي هي، هيدي خربشات، بس تقريبا عم تكون عم ياخذ من كل موضوع رؤوس أقلام، وعم نعملهم بخريطة ذهنية. أكيد هيدي بقى مش خريطة ذهنية كاملة، هيدي خربشة. فقريبة لهيدي منلخص الموضوع، بدل ما يكون عندنا كتاب معين نحن عم نقدر نلخصه بصفحة واحدة، ونعرف من خلال هالصفحة كيف نعمل، كيف نقدر نحكي عن الموضوع اللي بدنا اياه او نستوعب الموضوع. اكيد الى الوان معينه، مش هيك هيدي لون واحد، الى الوان معينه، الى مثلا كل برانش من او كل فرع من الفروع لونه بلون معين، والى دراسه. بتساعد كثير الطلاب، بتساعد كثير الباحثين، بتساعد كثير اللي بدهم يحكوا. الطلاب من اي ناحيه بتساعد؟ اذا بدنا نحكي هيك ندفع عن الطلاب، مثل ما قلت لك، اذا عندك مثلا عندك درس او عندك كتاب ممكن تختصريه بصفحه واحده، وعم تقدري تفهميه وتقدري تعرفي كل المكونات يلي فيه. ليه؟ انا عم بشتغل على الذاكره من عده نواحي. اول شيء عم بشتغل فيجوال، يعني بالرؤيه، والذاكره الرؤيويه اعمق من الذاكره السمعيه او غيرها. فلما بدك تتذكري شيء نحن عم نحوله لشكل، وهذا الشكل عم تلقطوا العين وتحفظوا. بيحفظوا الدماغ، وغير هيك عم نرجع نميزوا بلون. فكل موضوع عم بيكون له لون معين. لما حتتذكر الموضوع حتتذكري دغري اللون، وبعدين تتذكري الموضوع. اللي عم تعملوا شيء محاضرات للطلاب؟ عم تعملوا شيء؟ نعم. لان بتفيد كثير، مثل ما حضرتك عم بتقول، يعني هيك الواحد بصير يستوعب اكثر، يمكن بصير اسهل له بكل النواحي. هون بدي احكي نتفهم حضرتك كمان لايف كوتشينج.
نعم. ما عليه خلينا نفوت لايف كوتش. هي اللايف كوتشينج شو هي بالأحرى؟ ميتا لايف كوتشينج، لأن هون نتفي الأسامي داد عيد نتفي، شو هي؟ تعرف معنا بالأول. خلينا نحكي عن اللايف كوتش. اللايف كوتش هو نحن من باللايف كوتشينج بنعرف إنه ما دخل بالتنمية البشرية بس هي شيء باراليل. نعم. ما فينا نقول إنه هي ما دخل فيها. هي ترتبط فيها بس ترتبط من خلال قدي الشخص أو اللايف كوتش هو مشتغل على حاله، قدي بيقدر يمسك الزبون يلي عنده. فباللايف كوتشينج نحنا بنحشر الشخص من آمن أول شيء إنه الحل موجود عندك لأي مشكلة، الحل موجود عندك. هو غير علم النفس بعيد كلياً. نؤمن إنه داخل الإنسان في كل الحلول، كل الحلول اللي بدك إياها موجودة. بس أنت ما عم تعرفي تطلعيها. فأنا شو بعمل؟ أنا بيجي بحشرك بالزاوية، بضل بحشرك بالأسئلة، بحشرك بالأسئلة حتى أنت تطلعي الحل. هذا هو اللايف كوتشينج. في له طرق معينة، في له أساليب أكيد ما حنفوت فيها، بس هي لازم نعلمها للسياسية بالبلد عنا هيدا أنتر بارانتيز حتى يصيروا يطلقوا مثلاً، يلاقوا حلول للأشياء المستجدات الحالية. مفروض يعني نحن بهالبلد الله يعيننا. مفروض. فهيدا الموضوع. هلأ الميتا لايف كوتش هي عم تاخدي شيء متخصص أكتر بالكوتشينج، وعم تاخدي أساليب معينة عم تطبقيهن مع الزبون، أساليب محضرة مسبقاً وأنت عم تطبقيها بطريقتك، عم تطبقيها بس هي يعني مرسوم الخطة. نعم. تبعها مرسومة كيف بدها تنعمل وكيف بده يتصرف الشخص اللي مقابلك ومضمونة النتيجة تبعها. أوكي. هيدا وين بديت أول شيء وكيف علم عم بيكون؟ نعرف حضرتك محاضر وعم تسافر وعم تروح وبتجي، إنه بهالعلم تخبرنا نتفي كيف كان بدايتها كمان هيدي، إنه كيف بديت وين أكتر شيء منلاقيها؟ ليك هي أكتر بلد عم بيساهم بتطوير هالعلوم هيدي هو أمريكا. هلا عم سميها هون علوم بس هي منا علوم بالمعنى البحث. كعلم بس كأبحاث وكتطوير دراسات وتطوير طرق عم تكون أكتر شيء بأمريكا. بتلاقي أغلب الكتاب يلي أثروا بالعالم ويلي أثروا بالتنمية البشرية وتطوير الذات هني أمريكان. مع العلم إنه هيدي دار بجذورها عند الفراعنة. أوكي. عند الفراعنة في كتاب اسمه الأمثال. يعني الأصل الفراعنة؟ لا ما فينا نقول الأصل. هي تطور. عم بيصير. نعم. تطور. نعم. فالأصل هو مجموعة بس إذا بدك أكتر شيء بلش العالم تهتم بهذا الموضوع بعد 1859 لما طلع حدا كتب كتاب اسمه سيلف هيلب. أوكي. هو بيحكي عن حكايات نجاح، يعني كان في مجمع قصص نجاح ممكن تكون من نسج الخيال منا حقيقية، وحتى بكتاب ووزع. فالكتاب لقى رواج كتير كبير. نعم. أوكي. بعدها لقوا إنه هيدا المجال كتير منتج وكتير. نعم. منيح، فنصبوا الكتب عليه. نرجع. فالفراعنة هن عندهم كان موجود هيدا الشيء عندهم، هن إنه كان يطوروا بالإنسان، يتحبوا يطوروا بالذات. مع كونفوشيوس بنلاقي كتير كمان بالحضارة الصينية، في عنده كتير أشياء بتتجه لتطوير الذات. أرسطو كمان في عنده كتب كمان بتحكي عن هيدا الموضوع، يعني تتناول تطوير الذات. نعم. أوكي. يعني هي مزيج من عدة حضارات، يعني مش بس الفرعانة مثلا، حتى اليونانية وغيرها. صح. نعم. فبس عم قلك هي امتزجت لحتى وصلت لهون، لأنه. نعم. ما فيك هذا التطور، ما فيك تقولي أنه صار بين يوم وليلة أو أنه صار بالآونة الأخيرة، بس الآونة الأخيرة هي نتاج أو مطرح ما نصب
هيدا العلم أو هيدي العلوم لحتى طلعت. أكيد ما بدنا ننسى أنه البرمجة اللغوية العصبية كتير أثرت بالموضوع وخلت هيدا الشيء كتير يقرب لقدام ويتطور. وتقريباً بالفترة الأخيرة أكترية اللي عم بيشتغلوا بالتنمية البشرية قالوا علاقة بالبرمجة اللغوية العصبية وبيعملوا مثل شو يعني؟ كيف مثل شو؟ إنه برمجة العصبية إنه هي كيف هي هي أسلوب طلع من علم النفس طوروه بس علم النفس ما بيعترف فيه. اوكي اللي بيعتبره خارج خارج منظومة علم النفس اللي طوروه هن شخصين واحد بيشتغل باللينغويستكس وواحد عالم رياضيات اجتمعوا مع بعض وعملوا هيدا العلم وطبقوا عملوا تطبيقات وعلم تطبيقي اكثر. اوكي عملوا تطبيقات ولقوا انه هيدا الشيء كثير منيح وبعدين انتشر ووصل لعالمنا العربي عبر المرحوم دكتور إبراهيم الفقي وهيك انتشر بلش ينتشر عنا. عرفتي كيف؟ وهيدي الموضوع هو اللي كتير أثر على الأجيال اللاحقة بعدين بعد الدكتور إبراهيم وصار في عنده كتير تلاميذ وتلاميذ انتشروا بالعالم العربي وعم شوف حالة هالوعي اللي عم تصير حالياً. وكمان لقدام حصير في وعي اكثر واكثر لانه حتكبر هذه المجموعات. نعم هون بنحكي انه الانسان بينتقل من حاله الى اخرى او مساحه الى اخرى، ما لي تفسر لنا اياها؟ يعني هلا من حاله الى اخرى يمكن انه يكون يأسين، يمكن يكون عم بمر بصعوبات، يمكن هيدي هي بتقصد فيها انه من صح. انسان لا تفسر لنا اياها بس من مساحه الى اخرى، يعني معقول يروح يروح من بلد لبلد؟ هيدي اللي بدي ادور عليها. لان ديجا سمعنا بالزمانات عن دكتور داعش، ما بعرف اذا كمان هيك أكيد. انه داعش. داعش شيء ثاني. لا مش داعش، دخيلك داعش. انه كمان كيف بيتنقل لا هذا شيء ثاني كليا، هذا غير شيء ثاني. نعم. المقصود هون بالمساحة اذا بدك تعرفي من مساحة لأخرى هي من مساحة عقلية لمساحة اخرى او مساحة نفسية لمساحة اخرى. بعدنا ضمن الاشياء. نعم. يعني انا مثل ما قلت لك انه وقت بتكوني انت جاي لعندي كلايف كوتش وفي مشكلة عندك ومنك عم تعرفي تطلعي الحل ومفكرة انه خلص سكرت بوجهك وما بقى في شيء تقدري تعملي بتاتا، انا حاقعد قدامك، انت خلصتي حطيتي دائره مفرغه وصرتي عم تدوري جواتها، انت حتقعدي معي وحاحكي انا وياكي واسالك اسئله، لحتى شيلك من هيدي الستيت اللي انت فيها تنقلي الى ستيت ثاني او لحاله ثانيه. طب هيدا ما مش شبيهه بالسفرولوجي اللي هلا كثير عم يتداولوها برا؟ ليكي برجع بقول لك كل الاشياء مرتبطه ببعضها. نعم. يعني ما بقى فينا بهالوقت نقول انه في شيء متميز عن شيء ثاني لانه بعتبر هو نتاج جهود ونتاج تطور صار من زمن لزمن ومن جيل لجيل ومن شخص لشخص. يعني انا بس اللي عم تحكي حضرتك عنه انه تقريبا مثل كانه بسيكولوج مثلا بتجي بتحكي شو حالتك وعم بياخذ الحاله مثل عم لا البسيكولوج بتقعدي انت وياه هو اللي بيطلع لك الحل. نعم. هو اللي بيعطيك الحل. هلا انت اللي بتعطي الحل. انا بعطي الحل لحالي صح وانا بحكي مع حالي انه انا بسالك. نعم. بحشرك بالاسئله وين في محل ممكن انا فوت منه عليكي اكثر وفوت منه على شيء انت مش منتبهتي له او منك اخذه بالك منه لحتى انت تلاقي تلاقي هيدي انا ضويت عليها هيدا هو الحل. هيدي هي صارت. اوكي يعني انا اللي بعطي الحل مش الشخص الاخر بيعطيني الحل. مزبوط هيدا الفرق بين اللايف كوتش والبسيكولوج. نعم. وكيف هون مثلا حضرتك عم بتقول انه مثلا بصير الواحد بيتنقل من حاله لحاله انه كيف بتكون بحاله وبيرجع لحاله ثانيه؟ اي هيدي ما هي كمان نوع من العلم النفس. ما انت وقت اللي عم تلاقي الحل. نعم. لما عم تلاقي الحل عم تيجي محبطه عم تلاقي الحل عم تطلعي بشيء. نعم. بس بالNLP بالبرمجه اللغويه العصبيه انا اللي بكون عم بشتغل. شو هيدي شو؟ اي انا بالبرمجه اللغويه العصبيه بكون انا اللي عم بعطيكي انا عم طبق عليكي نظريات انا بعرفها. اوكي لا او موجوده بالNLP
لحتى تقدري تنتقلي من حالة لحالة. مثلا في عندك الفوبيا، في عندك علاجهم غير، ما بدي أقول علاج حتى ما ندخل بالتشويش، مش علاج، هي بدي أقول لك هي كيف تساعد الشخص يتخطى هذا الموضوع. أوكي، إن كان فوبيا إن كان أي شيء تاني، هيدا عم تنقل شخص من حالة لحالة. أو إنه مثلا هي البرمجة اللغوية العصبية اللي قالك شو هي، أكثر شيء بتجي هي هي أنت لما تخلقي أو لما يخلق الشخص بيكون نوتر، ما عنده أي لا مشاكل نفسية ولا عنده أي شيء. هلأ مين اللي بيخلي، مين بيبرمجه؟ هو المجتمع أو البيئة المحيطة. فمجرد أنه صار في برمجة غلط، هيدا الإنسان عم بيكفي مع البرمجة الغلط، وعم يطلع عم تشكل له شخصيته لبعدين. مثلا إذا صار يخاف من العتم، أو صار مثلا عنده مشكلة مع جنس معين، أو مع لون معين، أو مع أي شيء، هو نتيجة برمجة. أو مثلاً في عندك التنمر، في عندك الناس اللي بيصير عندهم مشاكل من وراء التنمر، هني ما كانوا هيك بس صاروا هيك من وراء الحالة اللي تعرضوا لها. فنحن شو عم نعمل؟ عم نرجع نعمل ريستارت للشخص، عم نرده لنقطة الصفر لقبل هيدي الحالة، للبرمجة الأصلية. نعم، هيدي هي. نعم، هون بدي أسألك سؤال هيك نتفي جلوبال، مثلا شو بيحتاج الإنسان لنجاحه؟ مثلا ما دام عندك هالمعطيات وهل هيك، إنه كيف بتتصور الإنسان لازم يشتغل على حاله تينجح؟ أول شغلة لازم يكون في هدف. نعم، لازم الإنسان يحدد الهدف من وجوده، الهدف اللي بده يحصله بحياته. هيدي شغلة كتير مهمة، ولحتى نقدر نكون ناجحين. أول شيء النجاح، وقصة النجاح بدها حلقة لحالها، مش فينا بس حنمرق عليها. نعم، هيك. نعم، هي في عندك مقومات وفي عندك كتير أشياء، بس هقول لك بالمختصر، هي إنك تحددي هدف وتسعي لتحقيق هيدا الهدف. لما تكوني حاطة ببالك إنه أنت بدك تسعي تحققي هيدا الشيء، وشي حيغير لك حياتك، انت مؤمن انه حيغير لك حياتك، او حتقدري تكوني تحققي المراد اللي بدك اياه من جوا، فحتوصلي لمرحله انه انت عم تستمتعي بحياتك، عم تمشي بحياتك بالطريقه اللي انت بدك اياها. ولما توصلي لهدفك حتلاقي انه انا بدي هدف اكبر، بدي هدف اكبر، وعم تتطوري. نعم، بس بتصور بالحاله اللي نحن عايشينها حاليا بلبنان، انه الحاله جلوبال، انه في مجال الواحد كمان يسعى مثلا هدفه يقدر يوصل له، لان بتلاقي فيها عقوبات كثير بتعترضك، بتلاقي في كثير اشياء مثلا مش قادر توصل لها، مثلا نظرا للظروف الحاليه، ظروف الاقتصاديه ان كانت، الظروف المعيشيه، انه عده ظروف عم توقف بطريقك. مثلا هون كيف بدك تتخطى هالعقبات؟ اول شيء لما نحط نحن الهدف الشخصي تبعنا، أكيد حناخد بالاعتبار الأشياء اللي محيطة، بس الهدف الشخصي بيتخطى أنك تكوني ببلد، ولا تكوني يعني بتخطى كل الأمور يلي محيطة فيك. مجرد تقولي أنه أنا بدي أعمل شيء، فهيدا القرار أو هيدا الهدف حيكون بغض النظر عن الأشياء المحيطة فيك. ومنشوف نحن أصلا أكثر الناس مثلاً اللي عملوا، اللي صار عندهم نجاح بحياتهم، هني أشخاص طلعوا من ظروف غير مؤاتية. خدي مثلاً بالفترة الأخيرة ملالا، اللي طلعت عملت كتاب بعدين، وهي رمز للمرأة المناضلة، اللي قدرت تحدد الظروف تبعها. فهي طلعت من بيئة كتير مغلقة، وبيئة كتير بتحارب الإنسان بكل معنى الكلمة، بتحارب الإنسان كإنسان، وبتفرض عليه اللباس الديني، وبتفرض عليه، مش عم نحكي لباس كلباس، عم نحكي كمجتمع. نعم، أكيد المواضيع عنا كتيرة، وحتى كمان ما حكينا حضرتك كمان معالج بالطاقة. نعم، كمان كنا بدنا نحكي عنا نتفه هيك، بس ما معنا وقت، يعني خلص موضوع. آخر شيء بدي أسألك سؤال هيك، سؤال قبل ما ننهي الفقرة الأولى من حلقتنا. حضرتك مثلا شو بتشوف أنه كيف الإنسان مثلا بالظروف الحالية لازم يعمل، وأين يجب أن يتجه؟ كلبنان؟ نعم. ولا كشخص عايش بهالوضع الحالي بلبنان؟
أول شيء نحن لازم نعمله إنه نحن نحتفظ بالإيجابية تبعنا. نعم. ونحتفظ بأملنا بتحقيق بكرة الأجمل، أو إنه حنكون بمرحلة أحلى بغض النظر عن كل شيء. على طول نحن التفاؤل هو شيء كتير مهم للإنسان. لازم التفاؤل. نعم. التفاؤل. وتاني شيء بالنسبة للوضع العام، نحن في حل من على طول نلاقي الحل، فينا نقدر نحن نلاقي الحل، او لازم يجي شيء من برا الحل، او كل انسان قادر يخلق حل. اذا بدك اقول لك بالطاقه، نحن بنؤمن انه كل شخص عنده طاقه ايجابيه. نعم. وبيقدر يعمل بالتامل ويعمل طاقه ايجابيه. هذه الطاقه الايجابيه حتكون مثل النقطه. ايوه، مثل النقطه لما تكبيها على سطح مي وحتبلش. نعم. تعمل موجات. فكل ما تكثري النقط، كل ما الموجات عم تكون اكبر، وكل ما تكون كل ما يكون في ناس واعيه اكثر، كل ما عم بيكون الوعي عم بينتشر اكثر، وحنكون بمجتمع احسن. نعم، يعني على طول لازم يكون عندنا الطاقه الايجابيه تنعطي للغير الطاقه الايجابيه، مثل ما صح. بقول يعني هذا مفهوم صار متعارف عليه. نعم. العدوى بتجي للشيء السلبي. هي نعم. الانتقال من شخص لشخص. انا عم بحكي بولدناج بتصير تكبر. ويمكن من نتيجه من كل متشكل حضورك. اكيد في مواضيع كثير ما قدرنا فتنا فيها، مثل التامل، مثل غيره. ومتشكرك على وجودك اليوم معنا، وان شاء الله بحلقات مقبله كمان هيك متوسع اكثر العلم، مش بس العلم، انه شيء طاقة ايجابية كمان. صح. واعزائي المشاهدين، استراحة صغيرة وبنرجع معكم مع ضيفتنا بالفقرة الثانية، المحامية دكتورة ألين شرفين. بنرجع معكم أعزائي المشاهدين بالفقرة الثانية من حلقتنا مع ضيفتنا العزيزة الدكتورة ألين نعمة شرفين. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. الله يخليك يا دكتورة. بدنا نعرف ندفع عن حضرتك. حضرتك معروفة كمحامية وكأستاذة جامعية، بتعلم بعدة جامعات وعندك كمان نشاطات متعددة ومحاضرات متعددة. نحن حكي ندفع بموجز عنك إيجاز. متمرسة في علم العطاء قبل القانون، العطاء دون مقابل، العطاء في ضمان الإنسان وحقوقه المقدسة، من المحاماة رسالة العدالة وإحقاق الحق انطلقت، فغدت عنوانا مميزا في خدمة الإنسان، ثابرت واجتهدت فحصلت على شهادة دكتوراه في قانون الأعمال من جامعة ليون 3. حاضرت وتحاضر في الجامعة اللبنانية والجامعة اليسوعية ومعهد المحاماة في عدة مواضيع، أهمها قوانين الأعمال التجارية والمصرفية والضمان وغيرها أكيد. وكأني معها على أوراق عابرة للحدود وعطاءات بلا حدود. المحامية الدكتورة ألين نعمة، هم كمان منقول فينا نقول ألين شرفين أو ألين نعمة شرفين. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم بحلقتنا. الله يخليك دكتورة ديانا. يعني بدنا نبلش معك، أكيد حضرتك أستاذة جامعية ومحامية، وين بتلاقي حالة ألين نعمة شرفين؟ بأي مجال بتلاقي حالة أسهل وبتحقق هدفها أكثر؟ دكتورة، التعليم هو إذا بدك المطرح وين بتبلش الأساس لتقدر تنطلق إلى المحاماة. نعم. يعني مطرح وين عم ناخد كل شيء له علاقة بالتيوري، كل شيء له علاقة بالقوانين، عم ندرس ونتعمق بالقوانين لحتى نرجع نروح نطبقها على أرض الواقع قد ما بنقدر. بتعرفي حضرتك أجواء العدليات والمحاماة أكثر مني، فمنحاول قدر المستطاع أنه نكون عم نجرب نطبق القواعد القانونية بمجال المحاماة. أنا وين بلاقي حالي أكثر؟ بكل صراحة اثنينهم عاملين لي توازن بحياتي. يعني مطرح عم لاقي التيوري ومطرح عم لاقي البراتيك. بينما بالتعليم وقت اللي بروح بعلم بحس حالي كيف كأنك حطيتي السمكة بالمي. يعني بمطرح كتير هيك مرتاحة فيه. هيدا بيئتك. ولا هيدا بيئتي. نعم.
اني اتخاطب مع طلابي يلي بكره رح بيصيروا زملائي. نعم. وكتار منهم صاروا زملائي. حلو. شغله كثير حلوه. ما في اقول لك شو الشعور لما بتحسي انك اعطيتي شيء لحدا وهو طور حاله ووصل لبر الامان، يعني شعور لا يوصف. نعم اكيد اكيد. حضرتك عامله دكتوراه بقانون الاعمال من جامعه ليون. نعم. تخبرينا ندفي شو كانت محور الدكتوراه تبعيتك؟ وعرفنا انه مش بس قانون الاعمال، انه طرقت فيها وكانت محط انذار واخذت سكسيه كثير كبير. ما عليك تخبرينا ندفي عنها. التاز هي عن القانون الضمان العادي وقوانين الضمان الشرعية، يعني قانون الضمان التكافلي، وعملية مقارنة ما بين الضمان التكافلي يعني التكافل الإسلامي والضمان اللي نحن العادي اللي نحن بنعرفه بشكل شائع كان بأوروبا أو بلبنان. الضمان هي دروا كومباري كانت بين لبنان وبرا او بين لبنان وفرنسا. نعم. والشريعه الاسلاميه. اها حلو. يعني كانت اذا بدك هي اتروانيفو، لانه بين لبنان وفرنسا في فروقات. نعم. وبين لبنان وفرنسا والشريعه الاسلاميه في فروقات. نعم. فكانت هيك الشغل فيها كان حلو، لانه كمان عم فوت على بين اللبناني والفرنساوي ديجا نحن انا بعرفه ودرسته، ولكن كان بحر الشريعة الإسلامية وكيفية تطبيق الشريعة الإسلامية ببلدان هي غير إسلامية مثل بفرنسا. آه. وبلبنان. نعم. نحن عنا التكافل الإسلامي بلبنان. كيف نقدر نطبقه ونحن قوانيننا منا شرعية، يعني منا. نعم. الشريعة الإسلامية قانون المدني. قانون المدني الدرا بوزيتيف قانون وضعي. فقديش صعب نقدر نتلقف إن كان الكونترا الإسلامي وإن كان الشركات، لأنه هيدي شركة إسلامية عندها قواعد مجبورة تتطابق مع الشريعة الإسلامية. وكيف هالشركة هاي رح نقدر نأسسها بلبنان وتقدر تشتغل بلبنان بتكون مطابقة للقوانين الوضعية اللبنانية وللشريعة الإسلامية. كتير عن جد كتير فيها اتجاهات يعني. صح. بس هوني بس بدي أسألك سؤال ندفي بخصوص هالموضوع، هيك وين لقيت الضمان الأنسب يتطبق؟ أي كضمان. نعم. كضمان مثل بعضهم اثنينهم بغطوا مثل بعضهم. نفس الشيء. نفس الشيء يعني تغطية. كان بلبنان كان بفرنسا كان بالشريعة الإسلامية نفس الشيء كتغطية هي. نعم. ذاتها. نعم. وما في تفريق يعني أين بشريعة. يحصل الإنسان أكثر على ضمان مستقبل إذا عم نحكي نحن. نعم. كمضمون. نعم. كشخص مضمون. نعم. بيحصل عليه نفس الشيء بثلاث مطارح. ما في أي مشكلة، ولكن الفرق إذا بدك الكبير اللي لقيته أنا. نعم. يلي هو على صعيد إدارة الشركة وضمانة إنه هالشركة هي تقدر تستمر وقت طويل أكتر. هلأ بالشريعة الإسلامية شكل الموديل يلي بيشتغلوا عليه. نعم. هو إذا بدك فيه ضمانات، فيه ضمانات أكتر، لأنه أصحاب الشركة هن ذاتهم بذات الوقت بيكونوا أو بأغلب الوقت بيكونوا هن المضمونين. يعني عندهم الحافز انه ينتبهوا على الشركه ويتبعوا مصيره الشركه وشوف كيف بدهم يشتغلوا عليها. بينما بالشركات العاديه صاحب الشركه بتفرق معه انه كيف بده يربح. اي يعني الهدف منها الربح، بينما بالشركات الاسلاميه الهدف منها التغطيه، الهدف منها الضمان، الهدف منها حمايه المضمونين. نعم نعم. يعني هون اذا بدك الفرق الكبير بيناتهم. أي. بعدين يعني على صعيد الكونترا الضمان او شو الاشياء اللي بتغطيها. نعم. كان في مشكله كثير كبيره بالنسبه للشريعه الاسلاميه ما بغطي الانتحار. القانون. نعم. اللبناني. أي. والفرنسي بغطوا الانتحار ضمن شروط. اكيد هون عم نحكي عن الاسيرانس في، يعني قانون ضمان الحياه. نعم. كان واكيد يعني الشريعه الاسلاميه لا يمكن ان تتقبلها، ولكن اوجدت بالاطروحه مخرج. ومخرج إسلامي يعني يتطابق مع الشريعة الإسلامية ووافق عليه يعني مشايخ إسلام سنة. وكانوا يعني تفاجأوا بالطريقة اللي لقيناها. لدرجة أنه هالأطروحة هي كلها اللي رح خبرك عن كيف شو المخرج اللي لقيناه. يا ريت خبرينا لأنه هالمخرج جديد علي كمان. أنه الأطروحة. نعم. عادة نشرتها السوربون بالاتحاد مع جامعة الملك فهد بالسعودية. حلو. مع بعضهم عاملين أصلاً هن شير إسلاميك بقلب جامعة السوربون.
أخذوها من منشورات السوربون صارت. فالتيز هي من منشورات السوربون وبتتلاقى بكل مكتبات الجامعات بفرنسا وحتى بالمكتبات اللي بيعوا فيها كتب قانونية. هلأ بالنسبة للمخرج عن الانتحار، أول شيء كان الأساس بالشريعة الإسلامية أنه لا يمكن أن يقوم بهذه التغطية، لأنه المنتحر انتهك حياته، وانتهاك الحياة ممنوعة بالشريعة الإسلامية. وبالتالي كيف بدنا نغطي؟ أنا أخذتها من مجال تاني، مش من وجهة نظر الشخص اللي انتحر. هذا الأسورانس في بالنهاية البريستاسيون المصريات بدون يطلعوا بتروح للعائلة للورثة. هالعائلة والورثة هم المفجوعين، هن أكثر ناس خسروا من هالانتحار. وبالشريعة الإسلامية ما فيك تحملي وزر أو عبء الخطأ لشخص تاني غير المنتحر. هو اللي بيتحمل، هو اللي بده يتحاكم قدام ربنا، هو ميت وهو الميت، بس هو بيتحاكم قدام ربنا. ما فينا نحمل هالشغل اللي هو عمله على عائلته، ان بلس عائلته وقعت بعبء تاني اللي هي كيف تقدر تكفي حياتها. وبالتالي البريستاسيون داسورانس حق لعائلته، لانه هي ما اخطات. لا فكره كتير حلوه، بتعرفي هيدي الواحد عم ياخذها مش من وجهه نظر بس المنتحر، صح، صار انه عائلته كمان، انه ما دخل عائلته بالشيء صار، بالنتيجه لازم تورث مثل الباقي، مثل اذا في اسيورانس في او في حي لا ضمان ثاني. لا كتير حلو هيدي. ولما مثلا هيك صار معك انه السربان اخذتها ونشرتها وهي، شو كان شعورك هون؟ بس بدي اسالك، لان عن جد شغله انه كتير حلوه بالنتيجه، انه تلاقي منفذ ما حدا مفكر فيه قبل. انا بصراحه اكيد ما راح، انه اكيد انبسطت لإلي، بس بصراحه اكبر انا انبسطت لاهلي، انه اهلي كانوا كثير مبسوطين. كمين هون للاهل، اهلي واساتذتي كانوا كثير مبسوطين، اهلي يلي تابعوا لي، وانا يعني كثير هيك يعني بتعزى على تعبي وعلى ركدي لما بيكونوا هن فرحانين وهن فخورين. اكيد هم وجه لهم تحيه كمان لك. اكيد ايه، بدي اسالك هون كمان، حضرتك استاذه جامعيه وبتحاضر بعده جامعات ومنها هيك، بس عرفنا انه بمعهد العالي للتدريس الضمان ما في منه غير باليسوعيه، ليه؟ صح. ليه بس هيدا جديد من نوعه، يعني يعتبر جديد بلبنان؟ معهد العالي لتعليم علوم الضمان، نعم، معهد قديم أسسته بالأساس الأكال، يعني جمعية شركات التأمين بلبنان مع الجامعة اليسوعية، كان في شراكة بيناتهم، توأمة شراكة بيناتهم، وكانت الجامعة اليسوعية مقدمة اللوكو تبعه والأساتذة اللي بتقدر تقدمهم، وكانوا هن بذات الوقت عم يشتغلوا سوا. بفترة وصلوا من بعد ما يعني تقريبا بالتسعينات أو آخر التسعينات تنازلت الأكال عنه وعطيته للجامعة اليسوعية، لأنه كانت الجامعة اليسوعية بدها إياه أتوبري إنه يكون لإلها المعهد هيدا، خاصة إنه الوحيد بالشرق الأوسط بيعلم علوم الضمان، الوحيد بالشرق الأوسط اللي بيعطيك. أنا بدي أسألك شغلة، بس ما في غيره بكل أبداً. بالشرق الأوسط أبداً كله. ما حدا بيعطي ليسانس وماستير بالأسيرانس. بس الليسانس كانت قبل؟ لا لا، ليسانس وماستر ما حدا بيعطيهم بالضمان. غير بالضمان. نعم. يعني بيطلع ليسانس أن أسيرانس أو ماستر أن أسيرانس غير هالمعهد هيدا. وإذا بدك أكتر، يعني حاولوا كتير بلبنان، جربت بعض الجامعات والمعاهد تقلدوا ولكن ما قدروا استمروا. الجامعة اليسوعية عم بتقدم لنا مكتبتها العريقة والقديمة، عم بتقدم لنا الخبرة تبعها، وخاصة أنه عندها خبرة ومجال طويل بالتعليم يعني والتدريس والطريقة الأكاديميك لأعطاء. تخيلي يعني هودي ناس بدون يطلعوا دغري بدي بلشوا شغلهم بقلب شركة تأمين، وعم بيلاقوا أشغال هني وبعضهم عنا، هني وبعضهم عم بيتعلموا. حلو. يعني نحن كل دروسنا بعد الظهر، لانه تلاميذنا عم يروحوا يشتغلوا قبل الظهر. نعم نعم. ودغري بيلاقوا وظيفه. بتعرفي مجال الضمان بعده بلبنان مش مثل برا. مزبوط. لانه هون بتلاقي مثلا اسيرانس في واسيرانس هولي ما كتير يعني متكلين عليها. هون بنظرك ليش نحن عندنا بلبنان ما لنا مثل برا، مثلا انه الانسان يقدر يضمن حياته ويضمن مستقبله ويتاكد انه خلص مرجوع هالمصاري بترجع مثلا لعائلته؟ ليش عندنا مش مثل برا؟ هلا يمكن نحن شوي بتعرفي نحن بمنطقه عربيه ونحن افكارنا
منا غربية، منا أوروبية. نحن بالنسبة لنا أنه العائلة بتساعد بعضها، يعني نحن بعدنا عنا فكرة هيدي أنه هالتريبي بيقعدوا مع بعضهم، قال رزق الله مش عطلانين هم إذا فلان ما صار معه شيء خيه بيساعده وكذا. كمان من ناحية تانية عنا مشكلة، هيدي مشكلة اللي ما فينا نتخبى وراء أصبعنا مثل ما بيقولوا، مشكلة وجود القوانين والتشريعات. نعم. فيما خص الضمان، حضرتك بتعرفي يعني تشريعين خجولين جدا جدا جدا، مفترض فينا نرجع نعمل كود ديزاسورانس ونشوف شو بدنا نشتغل على قوانين الضمان اللي مهمولة، مظبوط حسب المقتضى، مظبوط مهمولة يعني ما حدا عم يطلع فيها. نعم. فكمان هون العالم ما عنده ثقة كبيرة لما بيكون هيدا بدي اسألك، هي حتى انه الثقة كمان هل يفتقدها مثلا اللبنانيون، انه بتلاقي انه ما في ثقة عنا انه ايه اوكي اذا عملنا ضمان وامننا على حياتنا انه هالمصاري يمكن ما ترجع لنا، انه اعتبري عم باخذ. نعم. مثلا من هون بنلاحظ انه ما في شيء يمكن ضمانة لإلهم بالضمان. لا بلا في ضمان، الكونترا يلي رح يمضوه. نعم. الكونترا يلي رح يمضوه مع شركة التأمين. نعم. بيضمن لهم كل شيء أنا بأكد لك، بس نحن لأنه بعدني عم قلك بثقافتنا نحن منخاف، يعني بثقافتنا ممنوسة. بس ولكن ما بتسوي أنه في بعض الشركات مثلا ما عم بتكون على قد المستوى، أو بعض الشركات عم بتنهار أو تأفليس، أو أنه من هالناحية عم ياخدوها الشعب يفكر أنه من هالناحية بقلك هي بركة كانت هالشركة ضحكت علي. أو دكتورة شركات. نعم. التأمين اللي هلأ موجودة. نعم. بلبنان شركات كتير ضخمة وكبيرة وعندها رياسيرار فوقها، ما في شيء بخوف بالعكس. أنا بقلك قديش البنوك قوية بلبنان. نعم. اتأكدي انه شركات التأمين مثلهم مثلهم وأكتر، ما بدي هيدا بس انه صدقيني عم نحكي عن البنوك قديش قوية. لا عم نشوف هلا الوضع الحالي. لا الوضع أنا الحالي ما في أي، بس انه كمان الانسان بدل يخاف بدل عنده خوف داخلي من أنا الوضع الاقتصادي. بدي استغل مع بس سؤالي، بدي اسالك انا كمان عن الوضع المصرفي كمان، وانا من هيك بدي استغل. تفضلي. معلش بس بدي اقول لك انه الوضع المصرفي بلبنان. نعم. برايي جيد جدا، ما في عنا. نعم. مشكله. ليش هلا بيقول لي ليش ما عم يعطوا المصاري العالم؟ اكيد معروف معروف البنوك بلبنان عامله كل الانفستيسمون الاستثمارات تبعها بالخارج، وبالتالي هالاستثمارات هيدي لما بكره بيطلع الفالور تبعها، لما بيرجع المردود تبعها بده يرجع على لبنان. مظبوط انا معك، بده يرجع على، بس لانه نحن خفنا وركدنا كلنا، يعني تخيلي 4 ملايين لبناني ركدوا هجموا. هيدي المشكله، هيدي كانت المشكله، وان شاء الله هلا اذا انفتحت كمان ما يرجعوا يركضوا نفس الركضه كمان، ندفوا ندفه اذا صار شيء بالاجواء. ولا بنتمنى. نعم. كمان من اللبنانيين يكونوا واعيين لهالشيء، لانه هن بايدهم يقفلوا البنوك او يخلوا هالبنوك عاجزه، وهن بايدهم يقدروا يقووا البنوك. تخيل قد في ناس عم تسحب مصاري وتضبها ببيوتها. نعم. هيدا بتخوف، هيدا هي بتخوف، هيدي زهرة خطيره، هيدا زهره خطيره، يعني ما بدنا نحكي عنها حتى ما نشجع العالم، انه بس انه الواحد يحط ببيته كمان منا هينه. هيدا هي خطر اول. نعم. شيء عليه على عائلته. نعم. مش بس انه مش بس على مصرياته، على عائلته. انا معك مليون وعلى على حياته وعلى حاله، وتاني شيء على البنك اللي هو عم بيتعامل معه. نعم. فلا تكسر البنك ولا تروح حياتك وعائلتك. نعم. خليك مثل ما انت، ما تخاف، وصدقيني نحن برجع بقول لك نحن بايدنا انه نرجع نخلي هالبلد يرجع يمشي، ونخلي هالقطاع المصرفي اللي نحن البلد مستند عليه هو سند اساسي. اكيد 100%. هون بدي اسالك سؤال، حضرتك عضو بلجنه المالكين، وعم نشوف انه مثلا هلا في عسرات نتفه كانت يمكن في اشياء انحلت، قصه الصندوق، قصه اللجان، بس عم نلاقي مثلا على طول عم يرجعوا يطلعوا ويقولوا لا نحن مثلا ما توفرنا كذا والصندوق ما عم يعطينا وفي اشياء واشياء. تعطينا نتفه هيك رايك بهالموضوع ككل، شو رايك بهال انه حضرتك أنا وكيلة. نعم. نقابة مالكي الأبنية المؤجلة. نعم. وعضو باللجنة القانونية لنقابة المالكين. نعم. يلي بترأسها الأستاذ شربي الشرفان. برأيي أكيد أنه هالقانون هيدا هو قانون نافذ وساري. البلبلة اللي صارت هي عملية تضليل وعملية أشخاص ما بدون أموا بالنسبة للميسورين من المستأجرين. نعم. تغطوا وتخبوا قدام الفقراء من المستأجرين لحتى لي ما يدفعوا الإيجارات اللي عليهم. وبذات الوقت الدولة اللبنانية تخاذلت وأخذت وقتها لإنشاء اللجان، ما كانت سريعة، يعني صدر قانون بال2014 بدل ما
يركضوا راكد بالشغل فيه. ورجعت تم تعديله بال 2017 لل 19 لتسموا اللجان ولا لنوضعوا لنوضعت الآلية. يعني مظبوط اخذت وقت كثير هيك اخذت وقت. يعني لو بدنا نقولها شوي هيك ثقيله هي، انه نحن وصلنا على ابواب، نحن هلا بست سنين يعني بسادس السنه، نحن بعد ست سنين، بعد عندي ثلاث سنين، انا ماكسيموم ثلاث سنين بيكون قطعت التسع سنين. تسع سنين مظبوط، بيكون خلص القانون. خلص القانون نعم، بيكون خلص القانون. وبدي اقول لك بس شغله دكتورتنا، انه انتهاء هالتسع سنين بالنسبه للميسورين اللي بيتقاضوا 2250 دولار معتبرينهم ميسورين، واللي بيتقاضى 250 دولار من من المالكين من كل بنايته معتبرينه هذا حوط مال. هلا هيدا هيك قلناها ان باسون، بس ما يخافوا، ما حدا بده يفللهم. المستاجرين ما بقى يخوفوكم، المالكين باكد لكم اذا انتم كنتوا على علاقه جيده مع المالك هيدا منيح لكم، ما عم لكم انا تخانقوا مع المالك، وبالعكس نعم اكيد التفاهم، بالتفاهم بتحلوا كل شيء. بحلوها وصار مصبوط. في عنا دكتوره ديانا كثير الاف العقود مضت بالتراضي بين المالكين والمستاجرين. اهم شيء التراضي بالنتيجه، لان كل واحد بياخذ حقه وبيكون في عداله بالناس. صحيح، بعدين المالك المالك بيعرف المستاجر والمستاجر بيعرف المالك، هو عايشين مع بعضهم ذات البنايه. يعني هول جيران فبيعرفوا قديش قدرت بعضهم. واللي تفهموا عقد قد ما بيقدر يدفع المستاجر. وصدقيني في كتير مالكين ما قبضوا ما بدهم شيء من المستاجرين، لانه بيعرفون على قد حالهم. بعد تسع سنين اللي بدي اقول لكم اياه ما حدا رح يتهجر وما حدا فالل، وبعد 12 سنه قاعدين عنا على ريت مثل ما بيقول استاذ جورج ربحيه، بدنا نربطكم عنا، ضلكم قاعدين بس تدفعوا اجار مش اكثر. اجار نعم. وهون بدي اسالك نتفي دور الصندوق مثلا، هل يلبي حاجه المواطن؟ بلشنا نلبي حاجه المواطن مثلا. هلا بلشنا بالنسبه للجين بلشوا ياخذوا الطلبات هيك الجمهور. نعم هلا بلشوا ياخذوا الطلبات ببيروت. نعم فقط ببيروت بدأت عملها اللجان، ورح نشوف كم طلب رح يتقدم. ونحن بدنا نلفت نظر يلي بده يروح يقدمه للصندوق، انتبهوا القانون واضح بقلكم، يلي بيستفيد صحتين على قلبه بيجي بيستفيد. والاستفادة هي على درجات. مظبوط يعني بيستفيدوا 100% بيتقاضوا 3 مرات لحد الأدنى الأجور، من 3 مرات لخمس مرات بيتقاضوا قسم منه. بدها كالكول، عملية حسابية ومنعمله. انتبهوا، اللي بيقدم على الصندوق وهو واضح انه لا يستفيد من الصندوق، معاشه اكثر من 2250 دولار، مش بس رح يرفضوه، سوف يلاحق جزائيا. القانون بيقول انه يلاحق جزائيا. كمان فانتبهوا. طب بلكي هون كان في لغط نطفه انه ما عرف او ما انتبه او في شيء بالنسبه له، مثلا بالنسبه له هيك معه حق، يعني انه هو ما عم يستفيد بهال انه مبلغه يمكن بيطلع اكثر او شيء، وتبين انه في شيء هون. شو بيصير هون؟ هل كمان يلاحق جزائيا؟ دكتوره ديانا ما حدا ما بيعرف حاله قد ايه بيطلع مصاري. نعم بس انه في اشياء مثلا بقول لك يمكن انا عم يجيني من اهلي من عائلتي، يمكن نحن يعني المالك يجيب له هني يبرز له هني هون ساعتها بده يصير هون. يعني هو اكيد يلاحق جزائيا، يعني هو هون عم بخبي عن الدوله شو عم بيطلع. هو الدوله ما بتقول معاشه، بتقول مدخوله. هيدا اللي بدنا نركز عليها. مظبوط مدخوله، يعني اذا عنده شقه مأجرة هي ضمن المدخول. اذا عنده حساب بالبنك بيطلع له فايده هذا مدخول. هيدا اللي لازم الواحد يركز عليها، لان الواحد ما يمكن ما ينتبه، يقول لك يمكن يجي من ما بعرف يمكن اوفر تايم او شيء هيك، يقول لك لا هو مش حاسبون. عرفتي كيف؟ هيدي شغلة هيدي هون لازم نركز على كلمه مدخول، مش نركز على كلمه معاش انه بيقبض معاش. صح، وهيدي كمان شغله المحامين، انه المحامي تبع كل شخص لازم يكون واضح معه. وكمان بالنسبه للاسيورانس، لنرجع بس هيك رجعه ونرجع، انه كمان هون البوليس داسيورانس في محامين عم بيراقبوها وعم بيراجعوها، فدايما اللجوء الى المحامي كثير مهم. من هيك بالاول قلنا لك انه المحاماه والتعليم بيجوا مع بعضهم، لون نامبيش با لوتر. يعني مزبوط اكيد 100%. وحضرتك هلا كاستاذه جامعيه وهيك كمان عندك محاضرات، عم تقومي محاضرات بين هون بين برا، تخبرينا في مثلا عن شو عم بتكون المحاضرات اجمالا، وشو النشاطات المتوقعه تعمليها او بدك تعمليها؟ هلا كنت عم حضر، صار لنا فتره وعم نشتغل على محاضرات تتعلق بعلوم الضمان بين لبنان وفرنسا. نعم.
وعندي كمان مشروع، لأن الكتاب اللي هو منشور بفرنسا وبأوروبا إنه كمان نرجع نعمله فيرسيون بالعربي وننشره بلبنان وبالدول العربية. أكيد هذا بده ياخد شوية شغل. بقى هذا أهم مشروع أنا عندي، وعم بشتغل كمان على كود أنوتي للقوانين الضمان، القوانين اللي عنا هون نعمل لهم كود أنوتي بس للضمان. ونعمل يكون في بقلبه اجتهادات محاكم بين لبنان وفرنسا. كتير حلو، كتير منيح. أخيرا يعني خلص وقتنا ورح تنتهي حلقتنا، بس سؤال هيك أخير بنختتم فيه الحديث. حضرتك هلا مثلا دكتورة ومحامية وهيك، كيف تلاقي الوضع الحالي بالنسبة للمحاماة؟ شو نظرتك للمحاماة؟ أنه كقوانين كتطور قوانين المحامين عم يشتغلوا بالعدة الموجودة معهم. أنا بلاقي أنه نحن عنا أشطر محامين بلبنان، لأنه عم بيقدروا يشتغلوا بعدة قديمة ويقدموا فيها أشياء جديدة. هودي زيت القوانين لو موجودين بفرنسا، أنا بأكد لك أنه مع يعني ما حدا عنده قدرة اللبناني على التحليل وعلى استعمال القوانين. مشكلة المحامين بشغلهم اليومي هون، بتصور انه بنقابة المحامين صار عنا نفضة، ورح بيكون نقل رد النقيب الجديد، وشفنا الأداء اللي معه عم بيساعدوا بعضهم لحتى يساعدوا هالمحامين يقدروا يكملوا شغلهم بكل كرامة وبكل علم. واكيد متمنى لهم التوفيق والنجاح، لانه نجاحهم هن من نجاحنا يعني بينتقل لعنا وعلينا. أكيد، بس نحن عم نحكي هون مع تطور مثلا برا، شفنا مثلا بفرنسا وهيك الأسيرانس مثلا تطورت أكثر، مثلا السيكوريتي سوسيال عندهم، إنه هيدي بعد نحن ضمان الشيخوخة هون عم نحكي فيهم وعم نمشي باتجاههم، بس بتلاقي إنه لازم نحن ناخذ هالبا ونطورها أكثر ويكون دور فعال للمحامين بتطويرها أكثر. أكيد نقابة المحامين بتعرفي حضرتك فيها لجنة لتطوير القوانين مش هيك؟ فهاللجنة هيدي من المحامين بتساعد مجلس النواب، ولازم على مجلس النواب أن يستعين بنقابة المحامين تحت لي يقدروا يشرعوا. ولا مرة بنتمنى يعني شو بدي لك، نترجيهم أنه ما بقى يشرعوا من دون ما يسألوا نقابة المحامين ويرجعوا له، لأنه للأسف شفنا قانون الأجارات كيف صار وشفنا غيره من القوانين. مظبوط، ومنطالب بذات الوقت الدولة اللبنانية لما بتطلع تشريعات نترجيها أنه تلتزم فيهم، هي يعني هي تقوم بإصدار المراسيم التطبيقية لقلهم وتبلش بتطبيقهم، ما بقى تطول على العالم إن كان بقانون الأجارات أو بغير قوانين. بعد ناطرة اللجان أو بعد ناطرة مراسيم تطبيقية تبعه. نعم أكيد. يعني لهم تنتهي حلقتنا، منتشكر حضورك معنا الأستاذة المحامية الدكتورة ألين نعمة شرفين. يا أهلا وسهلا فيك، وأكيد دكتورة. في حديث كتير بدنا نحكيه، حضرتك مختصة بالقانون الأعمال يعني لازم نحكي أكتر وأكتر معك. إن شاء الله بحلقات مكملة بكون لنا لقاءات تانية معك. ومنتشكر كمان ضيفنا الكريم اللي كان رفقنا بالفقرة الأولى الأستاذ علي الحاج حسن. وأعزائي المشاهدين، نتشكر معكم مشاهدتكم لنا ومرافقتكم لنا، وإلى اللقاء بالحلقة المقبلة.